بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. المهام الرسمية بتاعت الوزارة اللي نزلتها لمادة تكنولوجيا المعلومات إن شاء الله هنفصلها بطريقة سهلة ومفهومة جدا، والولاد إن شاء الله يرتاحوا معاها جامد وهتبقى بسيطة وسلسة، وهنسيب برضو رابط للمذاكرة أسفل الفيديو. تعالوا نبدأ بسم الله. أولا المهمة بيقول لي خطوات إعداد المشروعات البحثية. إيه الكلام غريب؟ إيه مشروعات بحثية وإيه الكلام ده؟ وصف المهمة، تعالوا نشوف وصف المهمة يمكن نفهمها. عزيز الطالب، تقوم أنت وزملائك بعمل مشروع بحثي، يعني هتعملوا بحث زي اللي بيعملوه سنة ستة دلوقتي. هو البحث مش عليكم في خمسة ولكن على سنة ستة، يعني كل ثلاثة يعملوا بحث عن التكنولوجيا، عن مثلا التلوث، عن مثلا الأشجار، عن أي حاجة التي تقوم بها الدولة. يبقى مشروع من مشاريع الدولة، وليكن مثلا الصرف الصحي أو حياة كريمة أو الحاجات دي. حدد الخطوات التي يمكنك القيام بها لتنفيذ مشروعك. أنت دلوقتي هتعمل بحث عن مشروع حياة كريمة مثلا، إيه بقى الخطوات اللي أنت هتعملها؟ هو طبعا قال لي ايه؟ قال لي في الاول انا مش هحدد لك انت البحث، اعمل انت حاجات لنفسك. اول خطوة اختيار موضوع البحث، هنعمله عن حياة كريمة ولا عن التلوث ولا عن زراعة الاشجار ولا عن انشاء المصانع ولا عن ايه بالظبط. يبقى اول خطوة اختيار موضوع البحث. تاني خطوة تقسيم البحث الى اجزاء او موضوعات فرعية اصغر، يعني مثلا لو هنعمله عن تلوث هنقول مثلا طيب ده تلوث الماء وده تلوث الهواء وده مثلا تلوث المدن، يبقى هنقول ايه؟ هنقول كل هنقسمه كده المشروعات عشان يسهل علينا. طب الخطوة اللي بعد كده الثالثة، الخطوة الثالثة تحديد ما أعرفه عن موضوع البحث وما لا أعرفه، يعني إحنا نعرف عنه إيه وما نعرفش إيه، إيه اللي إحنا نعرفه عنه وإيه اللي إحنا ما نعرفوش، تمام؟ طيب الخطوة اللي بعد كده تقسيم المعلومات على الزملاء المشاركين، لكل فرد معلومة يبحث عنها. احنا مثلا ثلاثة هنعمل البحث، خلاص انت هتعمل عن التلوث وتلوث المياه، وانا اعمل عن تلوث الهواء، وزميلنا الثالث يعمل عن تلوث المدن، يبقى قسمناه كل واحد يبحث عن جزء معين، تمام؟ طيب الخطوة اللي بعد كده الخامسة تحديد الكلمات المفتاحي التي ستساعدني أثناء البحث. لازم عشان أجي أكتب مثلا على جوجل، علشان لازم أحدد أكتب الحاجة الكلمات اللي هوصل بيها للمعلومة اللي أنا عايزها، تمام؟ طيب الخطوة السادسة والأخيرة مشاركة نتائج البحث من خلال عرض تقديمي للموضوع، ان احنا نوصل اللي احنا عملناه وتعبنا فيه لباقي الناس علشان نستعرف، احنا نشاركه معاهم علشان نعرف وصلنا لايه النتائج بتاعتنا، تمام؟ طيب المهمة التانية بيقول لي استخدم برنامج اكسل. برنامج اكسل ده اللي هو برنامج الجداول، انك بتعمل جدول على الكمبيوتر. ازاي تعمل جدول على الكمبيوتر؟ بيقول لي ايه؟ تعالى اقرأ وصف المهمة وبعدين شوف. عزيز الطالب، تريد استخدام برنامج اكسل لإنشاء جدول بيانات يتضمن اسمك واسم بعض من زمايلك. استخدم جدول بيانات الاكسل التالي في كتابة البيانات، واداني معلومات، قال لي اسمك سعيد مثلا ويحب كرة القدم، ومريم وتحب رياضة الجري، وهاني يحب رياضة السباحة. فطبعا انا بقى هكتب في الجدول، ادي جدول الاكسل اللي قدامي، المفروض ان انا ايه؟ هكتب في الجدول الحاجات اللي انا عايزها، تمام؟ طيب هكتب ايه بقى؟ مثلا هاجي هنا كده واكتب الاخ سعيد بيحب ايه؟ كرة القدم، يبقى اكتب قصاده كرة القدم، واجي في المربع اللي تحتيه على طول مثلا واروح كاتب ايه؟ مريم. طب مريم بتحب ايه؟ رياضة الجري. طب بعدين هاني، طب هاني بيحب ايه؟ السباحة. يبقى كده عملنا ايه؟ كده بنكتبهم في برنامج الاكسل بالتنسيق والترتيب.
تمام، بس انتوا ما تصيروش مربعات، يعني نسيت مربعات عشان اوسع شويه. طيب نشوف المهمه اللي بعد كده، وسائل التواصل الرقمي. طبعا لما يتكلم عن وسائل التواصل الرقمي يبقى قصده على الموبايل، قصده على اللابتوب، قصده على التاب، على الكمبيوتر. هي دي الوسائل التواصل الرقمية اللي هي ايه، زي الانترنت يعني، بتستخدم الانترنت. طيب عزيز الطالب، حدد وسيلة رقمية للتواصل مع زملائك وانت في المنزل، موضحا سبب اختيارك لها. تمام، اول حاجة هنقوله مثلا حددنا الهاتف المحمول، هو ده مش وسيلة رقمية اعرف اتكلم بيها مع الناس. تمام. طيب ليه بقى سبب اختياري بقى؟ قال لي اول حاجة سهل الاستخدام، بستخدمه بسهولة، ممكن تقول ايه سهل الحمل، بشيله في جيبي. سريع التواصل، مجرد ما ترن عليه يرد عليك وهكذا. وبعدين في وسائل تاني بقى، تقدر تتواصل من خلال الواتساب اللي فيه، او من النت ماسنجر، او الفيسبوك، او تطبيق زوم، او حاجات كتيرة تقدر تستخدمه فيها. تمام. طيب المهمة اللي بعد كده، اسباب انقطاع شبكة الانترنت. يقول لك مثلا النت قطع عندك، هتعمل ايه؟ حدد الاسباب التي قد تؤدي الى عدم اتصال اجهزتك بشبكة الانترنت، يعني تعمل علامة صح كده قدامها. فقال لي الراوتر، جهاز التوجيه، لو هو اللي فاصل، يا ترى عدم اتصال مصدر التيار بجهاز التوجيه الراوتر، يعني اللي هو الكهرباء، طبعا احنا دلوقتي هنقول له علامة صح وعلامة غلط امام السبب اللي احنا عايزينه. ذاكرة الفلاش مساحتها غير كافية، طب ودي مالها ومال النت؟ لا دي مش تبعنا خالص. طيب منفذ الايثرنت غير متصل بجهاز التوجيه الراوتر، يعني مثلا تلاقي الكليبسة مخلوعة بتاعة الانترنت، ممكن برضو. مساحة تخزين جهاز التوجيه غير كافية، طب ودي مالنا ومالها؟ دي خاصة بالكمبيوتر مش بالنت. محرك القرص الصلب الخارجي غير متصل بالجهاز، برضه ده مالنا وماله، مش تبعنا. يبقى احنا هناخد الاولى والتالتة، هما اللي الاسباب اللي هما ممكن يفصلوا النت، يا اما مش موصل بالكهرباء، يا اما الكليبسة بتاعة الايثرنت مش موجودة، اللي هو بتاع زي مثلا الواي فاي وكده. قال لي طب اديني اسباب اخرى بقى لو انت تعرف. قلت له اه اعرف، خد عندك عدم توفر مزود خدمة الانترنت، ممكن تنفع برضه. تمام، تلف سلك الايثرنت، سلك الايثرنت نفسه مقطوع او بايظ، يبقى مش هيشتغل. تمام. طيب المهمة الأخيرة، تحديد الأدوات والبرامج. مطلوب منك تحدد لي الأدوات والبرامج اللي هتحتاجها في المهمة دي. بيقول لي عزيزي الطالب، أعلنت مدرستك عن قيامها بأحد الرحلات لأحد الحدائق، وتريد منك أنت وزملائك عمل التالي: التقاط بعض الصور الجميلة أثناء الرحلة، تحديد موقع الحديقة على الخريطة، تجميع الصور في نهاية الرحلة، مشاركة الصور مع الآخرين. اكتب ما تحتاج إليه من أدوات تكنولوجية وبرامج تستخدمها. تمام، احنا كده قرينا وصف المهمة وبدأنا نفهم ايه المطلوب مننا. اول حاجة احنا رايحين رحلة في حديقة الازهر مثلا، وعاوز مني هو بقى ايه، ان انا احدد موقع الحديقة دي، ايه بقى اللي هستخدمه، وهل هو ادوات ولا برامج؟ طبعا انا هستخدم الجي بي اس، والجي بي اس ده يعتبر ايه، يعتبر برنامج بستخدمه في ايه، تحديد موقع الاماكن على الخريطة، وانا هنا هحدد موقع الحديقة. تمام، يبقى ده ايه، ده يبقى ده برامج. طيب تجميع الصور لما نلقطها احنا دي بالموبايل، هنجمعها فين؟ قال لي ممكن نجمعها بفلاشة او محرك قرص صلب. طب ودي برامج ولا ادوات؟ لا دي ادوات، دي بقى ايه، ادوات. طب مشاركة وحماية تلك الصور مع الاخرين، عاوز تبعتها لصاحبك وخايف مثلا حد ياخدها او ياخد الصور دي ويسرقها، نعمل لها علامة مائية او نكتب عليها معلومات شخصية، فده هيكون ايه، نشاركها من خلال تطبيقات الهاتف على مواقع التواصل الاجتماعي مع وضع علامة مائية او اضافة ايه، معلومات متعلقة بالايه، بالاسم، وده برضه هيبقى ايه، برامج، من خلال برامج. تمام، وكده يبقى خلصنا المهام بتاعتنا، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.